كوكو بنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. صباحكم باركم سعود، وان شاء الله اليوم غادي نخرجوا انا والوليده باش نمشيو نتقداو فواحد السوق في مدينه طنجه. صراحه السوق الرخه ديال الخضرة، والحمد لله على الخيرات ديال ربي. ان شاء الله غادي نمشيو للسوق، كتكون فيه الخضرة والديسير وكل شيء، واللي غدا ليا بالضبط هو على ود الحوت. تبارك الله هذا النهار ما شاء الله، يعني الجو كان ممطر بيت الليل كامل الشتا خدامه، ولكن واخا هكاك لان هذا النهار كيكون السوق شي شويه زوين، ماشي شي شويه زوين، كيكون طوب، يعني كيكون السوق زوين فيه تبارك الله سلعه نقيه وجديده، وكتكون التجباله كيكونوا جاو. يعني السوق ديال نهار الخميس كيكون السوق ديما في طنجه، بجميع اسواق اللي في طنجه بالخميس والاحد، يعني يوم الاحد والخميس. فصافي هنا خرجنا من باب الدار كيف غتلاحظوا، تبارك الله الدنيا عامره ما شاء الله، والشتا كي قلت لكم الله يرحمنا على قدر المستطاع. وغنمشيو دابا ان شاء الله باش نشبروا الطاكسي كيف خلاوها، نمشيو نشبروا الطاكسي انا وماما، وغادي نمشيو ان شاء الله للسوق، وها نتوما معنا ان شاء الله. وهنا غزالياتي صافي، راه حنا وصلنا للسوق انا والوالده، غادي ندخلوا ان شاء الله نتقداو. وقبل ما ندخلوا بان تبارك الله هنا الحوانت اضوات اغوش، يعني على اليمين والشمال ديالنا، فقلنا علاش ما نعرفوش حتى هنا شنو تزاد. تبارك الله الدنيا كانت غير خاويه، وداروا فيها هذا السوق هذا اللي هو صراحه زوين. من نهار اللي عرفتو بعدا كنتقدا ديما منه، يعني جوج مرات في الاسابيع ولا مره في الاسبوع كنمشي ضروري كنتقدا منه، لان كتكون فيه سلعه زوينه. هنايا لقينا بزاف ديال المحلات تحلو، فصافي درنا دويره ومن بعدها غادي نمشيو نتقداو في بلاصه الخضره والحوت. وهنا غنتوكلوا على الله، وغنبداو باول واحد هنا كيبيع الحوت، يعني هما كيكونوا ناس قلال لا رؤوس الاصابع اللي كيكونوا كيبيعوا الحوت، يعني ما كتكونش السوق عامر بزاف، كيكونوا واحد 8 كاع ماكسيموم ولا 10 ديال صحاب الحوت. وانتم معايا، فبالنسبه كي كتلاحظوا ما شاء الله يعني عندهم جميع انواع الحوت، الكروفيت، كل شيء واجد، الكالامار وكل شيء، ولكن صراحه ماشي هو هذا السيد اللي كنتقدم من عنده. هادي شحال فيها من كيلو تقريبا؟ والكيلو شحال؟ 40 درهم الكيلو، حنا خديناها ب 25 درهم. 40 درهم هذه الحمراء، لما ناخذوش اليوم بقى عندي الكبيره، بقى عندي لحد الان في الكونجيلاتور. شنو خديتي يا مالك؟ نسيتي فيها 3 كيلو، خديت 25 درهم الكيلو. شنو ناخذ لك؟ وهذه الوالده جات عند السيد اللي كتقدم من عنده، شو سميتك؟ ياسين ياك؟ هذا ياسين. أسامة، اش كتقول لنا ياسين؟ اش كنقول لك ياسين حنا وكتقول لنا نعم؟ ولي الاسماء كلها مزيانه شابه بحال. المهم سميتك اسامه. اسامه كي قالت لكم ماما في السوق ديال تشرب النديبان، صراحه هو اللي كناخذ من عنده الحوت هذا ان شاء الله. غادي لكم لا فيديو ان شاء الله غتشوفوه معمر، كينقيه كل شيء، الاثمنه عنده صراحه زوينه، البنات مناسبه. السوق راه كيكون من اثنين حتى نهار الاحد، يعني السوق الا يوم الجمعه اللي تيكونوا سادي. هذه الميرنا كي كتكون صغيره غزاله، خبيته هو تبارك الله دابا واجد. وهذا شنو سميت هذا؟ هذا شنو هو؟ الكراسيس. وهذه سامة ديال التعميره، سميت هذا؟ سميتو كراسكاش. راسكاش. وهذه تبارك الله واعره واعره، خديتها انا عمرتها الفرن. صافي بارك. وصافي البنات، هذا هو السيد اللي حنا كنتقداو من عنده، يعني كيقول لكم صراحه عنده الحوت زوين، وكل نهار كتمشي كتلقى عنده الحوت الجديد، فتقدينا اللي قسم الله.
وصافي هنا غادي ندخلوا ان شاء الله السوق. كي كتشوفوا يعني كيجي بحال هكا في الاول كانوا كيفرشوا فيه، ولكن من بعد عطاهم يعني كل واحد والطابله ديالو، يعني داخل صراحه منظم وعندهم سلعه جديده ونقيه وزوينه. فكذلك حبيت ندور معكم هاد الدويره هكا، تشوفوا ما شاء الله الخيرات ديال سيدي ربي، يعني كل شيء واجد، والاثمنه جد مناسبه بالضبط في هذا السوق هذا، يعني اثمنه كانت زوينه، ما كتكونش سلعه غاليه وسلعه نقيه وجديده كي كتلاحظوا. كاينين شوف اللتين ما شاء الله جديد، 3 ديال الدراهم تبارك الله ما شاء الله، والمندالين كليمانتين شوف تبارك الله الزياتي ما شاء الله، ها الاحمر ها الاخضر ها الاصفر الكحل غير موجود تبارك الله. هادو خضرين وشوفوا البنات انا جينا عند واحد الجبليه تبارك الله كاع خيرات سيدي ربي كاينه، ناخذ هاد القريعه حتى البنات هاد الوريضه، هاد الوريضه كيطيبوها في الطاليان بالريزو بالروز. دابا نقلب على شي قريعات وناخذهم ان شاء الله. يلا هذا الويده راه كتوجد الشرموله ان شاء الله باش غتصاوب لنا في هذه السيمانه شي حوته مع معمره. درهم واحد درهم ونص بين ثلاثه، وتعلموا البنات الشطاره الشطاره ها صافي. فصراحة أنا البنات غنقول لكم الناس الكبار يعني كناخذوا منهم بزاف ديال الحوايج اللي كتكون إيجابية، ضروري البنات الشطارة الشطارة شوفوا تعلموا من الوالدة. شنقول لكم صراحه السوق زوين والسلعه كاينه ما شاء الله، خيرات سيدي ربي كل شيء بحال الحامض خدينا هاد النهار 3 دراهم الكيلو، الشيفلو 4 دراهم، القرعه كانت غير ب 5 دراهم، البطاطا ب 3 دراهم ديال القلي زوينه، يعني صراحه الاثمنه كانت واعره 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 بزاف. تبارك الله الصفر جال حتى هو موجود كل شيء موجود. فصافي هنا تقدينا وسالينا ورجعت للدار من بعد الولد ما نقلنا كل شيء، يعني نقلنا كيلو ديال الكروبات خديتو، وهنا هذاك اش كنسميو هذا الغوطال بحال الكلامار حتى هو نقاه لنا كي كتشوف، يعني مسكينه هي ماما شلاتهم وصافي غسلاتهم مزيان. هنا كذلك البنات راه كنشارك معكم هنا حتى هذوك هاد العليبات هادو اللي لاحظتو ديال البلاستيك، وحنا من بعد ما تقدينا غاديين باش نشدو الطاكسي اذا بيا كنشوف واحد المحل كيبيع كلشي بخمسة دراهم في هذوك المحلات اللي وريتكم في الاول. خديت من عندهم هاد العلبه كتكون فيها 3 بياس زوينين. المهم كنت في الحوت صدقت كنوريكم في العلابي، كي قلت لكم خديت الصول خديت هاد الحوته هادي اللي كنوريكم كنت خديتها من عنده ديجا السيمانه اللي فاتت كبيره فيها شي 3 كيلو ونص ولا مع تقريبا 4 كيلو، عاد غنعمروها ان شاء الله. خديت الماغنو من عنده حتى هو لان كندير ليه هي 25 درهم، الوغ كنت خديت من عنده ديجا قبل واحد 3 كيلو ونقيتهم وقديتهم ودرتو في الكونجيلاتور. وهنايا كنحتفظت بهادو لان ما بقاوليش بزاف، كنت كناخذهم من عند السيد اللي كيمختص بداكشي ديال البلاستيك. صراحه فيه اللي كنحط انا ديما كنقد فيه السول كنقد فيه الحوت الكروفيت ولا الماغنو حتى هي ما بقاليش، فدرتو في هذوك البلاستيكات اللي كناخذهم بالحبه ديال الكونجيلاتور. وصافي هنايا كي كتلاحظوا درت الكروفيت هكاك، بالنسبه للسول والماغنو حتى هو غنديرو في هذوك لي باكيت. هنا حاولت نعاود نوريكم بالنسبه للشبيكه اللي خديت، يعني صراحه لقيتهم زوينين كي قلت لكم 5 دراهم فقط فيها 3 بياس في هذاك الشبيكه اللي كتخلي كتسقطر، يعني يمكن لكم تستعملوه ملي كتغسلوا الدجاج ولا الحوت ولا حتى الديسير ولا الخضره بحال لي طوماط سوريس وداك الشيء كتسقطر لك وعندك الغلاقه ديالها باش كتحتفظي عليها. صراحه هذه جاتني بونافير ومع النيت مول 5 دراهم خديت من عنده حتى هذا ديال البيض، عندي ديجا جوج ولكن هذاك الباب ديال الثلاجه خاصني صراحه ثلاثه زدت وحده. ومن ضمن التقدي اللي تقديت في الديسير والخضره، فصراحه انا من عشاق الكاكي ولكن اول مره غندوق الكاكي بهذاك الشكل، وتقدينا شويه ديال الديسير وكذلك هنايا الجبين الجبن ديال الجباله
وشنقول لكم لا فيديو ديالي غادي نسالي هنايا. نتمنى لا فيديو ديال هذا النهار يكون نال الاجابه ديالكم ويعجبكم. ما تنسونيش ديما باللايك والبارطاج للناس باش نعطيكم ان شاء الله اكثر وما اكثر وبوسه كبيره ليكم.